باتت حياة المواطنين مضطربة في المدينة التي لا تهدأ أبدا والتي تصبو الأنظار نحوها دوما كونها عاصمة العراق الاقتصادية، كما أشيع في البرلمان عام 2016. الجميع متخوف من تراجع الوضع الأمني داخليا بسبب تكرار الخروقات التي أثرت على نمط معيشة السكان هنا، وتحولت تصريحات القيادات الأمنية إلى قاعدة هشة تصطدم بحاجز من الوعود العقيمة لتحقيقها. قبل فترة سمعنا أنه تسليم الملف الأمني من الدفاع على الداخلية، يعني هذا الأمر خطير، لأنه اليوم البصرة أو المحافظات عامة بالعراق لم تنحصر السلاح بيد الدولة، لم تستقر أمنيا. في سلسلة مستمرة من الحوادث الأمنية التي تهز محافظة البصرة، آخرها كان هروب أحد المتورطين بمقتل مدير شركة دايو الكورية من أحد السجون بالتعاون مع ضابط في إحدى مراكز الشرطة، مما يعتبر تصعيدا خطيرا لمستوى الفشل الأمني في المدينة. أفعال كثيرة، الشعب البصري غير قابل على هذا الموضوع اللي صار حاليا في محافظة البصرة. الخرق اللي صار خرق غير طبيعي وغير عادي، ويجب أن تحاسب جميع الجهات المسؤولة على هذا الملف. توجيه كتاب إلى محافظة البصرة وسيد المحافظ بتشكيل لجنة تقوم على إشراف على التحقيق. تساؤلات تطرح حول قدرة السلطات الأمنية على مواجهة التحديات، كما تمثل هذه الحوادث تصاعدا مقلقا التي تواجه الشرطة في ضبط الأمن وتحقيق العدالة. حادثة هروب أو تهريب مجرم من أحد مراكز شرطة البصرة يدل على أن هناك تراجع كبير للوضع الأمني في المحافظة، يتحمل ذلك القيادات الأمنية وعلى رأسها قائد محافظة البصرة. حقيقة هناك يعني تراجع وهناك يعني مشاكل في الملف الأمني. تفصح هذه الخروقات نقصا في القدرة على فرض القانون وتوفير الأمن، مما يجعل البيئة المحيطة بالمواطنين غير مستقرة ومهددة بالمخاطر المحتملة. تكرار الخروقات الأمنية الحالية نتيجة لضعف إدارة الملف الأمني في المحافظة، لذلك يتطلب تدخلا فوريا وجهودا مكثفة من قبل السلطات المعنية لتحقيق التقدم وتحسين الوضع الأمني. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.